الشفاء ده من خطية، من وجع، من ألم، من فراق، من كل ما يشتت العقل عن الارتباط والشركة مع ربنا. فعشان كده يقف ربنا ويقول انه حتى المرض الجسدي لو كان في وقت هيفصلك عني، انا موجود علشان اشفيك، انا موجود علشان اي جراح العالم سببه والانسان والبشرية اثرت فيه في حياتك، انا موجود علشان اشفيك. وعشان كده الكنيسة لا تهمل المرض الجسدي، وربنا يوصينا بسر مسحة المرضى، لانه الشفاء الجسدي مهم بالنسبة لربنا. يمكن بعد كده مع الوقت الانسان بضعفه وفساده الجسد بيتعب ويمرض، لكن ربنا يهمه جدا انه لو في شفاء لاجل الخلاص ولاجل غفران الخطايا، انا هعمله ومش هسيبك. ودايما نحط قصادنا كل حد بيخدم الحاجتين دول: كلمة الله عن ملكوته وشفاء الناس. احنا كتير في الزحمة بننسى الشفاء، بننسى ان في ناس قاعدين بنكلمهم متألمين، بننسى انه في ناس محتاجين ان احنا نقدم ليهم شفاء المسيح، ونقدم ليهم المسيح الطبيب، مش بس ترتيب وتنظيم وفي وقت معين ممكن نكون بنعمل خدمة جميلة قوي، لكن النفس اللي محتاجة شفاء مش عارفين نوصل لها. فخدوا بالكوا احنا بنتكلم كمان عن ايه. هل احنا بنتكلم عن ملكوت الله، ولا احنا بنتكلم عن غير ملكوت الله؟ بنتكلم عن حاجات حلوة لكن بنقدم رسالة خلاص، بنقدم رسالة الرب يسوع في دعوته لكل البشرية ان هم يدخلوا ملكوت السماوات، ولا الرسالة بتاعتنا رايحة موجهة لمين علشان توصل ايه؟ تكمل القصة ويقول كده: تقدم اليه تلاميذه. ابتدت مشكلة تظهر، بدأوا التلاميذ يحسوا انه في ان الرب يسوع بيتكلم وخدمته الناس بتستقبلها، لكن الناس بدأت تجوع. فأول حاجة فكروا فيها الاثنى عشر هو انه يروحوا للمسيح ويقولوا له: الناس جعانة، الناس جعانة يا رب. وهنا النقطة اللي محتاجين نقف عندها: لما بيكون في احتياج في بيتي، في خدمتي، لحد شفته محتاج حاجة في حياتي، هل بقف عند ربنا؟ أول حاجة تيجي على بالي أقف عند ربنا وأقول له: يا رب فلان محتاج كذا، ولا خلاص يعني أبتدي أن أنا أجتهد في الأول أن أنا أحل المشكلة بطريقتي، بدماغي، بتفكيري، ولما أعطل أروح لربنا؟ هما هنا لو كانوا فكروا كانوا هيعطلوا، ما كانوش هيحققوا المعجزة. كان ممكن حتى لو بذلوا مجهود قوي جدا، وهنا الكتاب يقول انهم 5000 رجل، 5000 رجل، وفي في 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 اناجيل اخرى يتقال ما عدا النساء والاولاد. يعني احنا بنتكلم عن الاف وربما يكون ملايين من الجموع.